أهلا بكم مشاهدينا الكرام عبر شاشة تلفزيون لبنان وبرنامج لبنان اليوم. لبنان اليوم في اليوم 95% من دون رئيس جمهورية إلى مزيد من التعقيدات والتشابكات في الملفات والقضايا، وأبرز ما تطور منها سلبا قضية العسكريين الرهائن لدى الجماعات الإرهابية في وقت تستهدف وحدات الجيش في مناطق جرود بعلبك الهرمي العرسال باعتداءات وهجمات من جهة المسلحين التابعين لتلك الجماعات الخاطفة. مجلس المطارنة الموارنة أمس لفت إلى التداعيات في التطورات في غير مجال، وكرر الدعوة للبرلمان إلى انتخاب رئيس جمهورية لإعادة انتظام الأمور. رئيس البرلمان نبيه بري من جهته أكد السير السليم في حوار حزب الله وتيار المستقبل الذي يرتقب لاحقا، كما حض على الالتفاف حول الجيش في المعركة ضد الإرهاب. في الموازاة اجتماع لخلية الأزمة يتعلق بالعسكريين الرهائن مساء أمس، ويبدو أن التفاوض رسميا لحل القضية اندفع عبر اللواء عباس إبراهيم رسميا، وهناك تفاوض معلن واضح عبر الوزير وائل أبو فاعور. بحسب الوزير نهاد المشنوق، الوزير أبو فاعور اليوم قال إن قضية العسكريين باتت تمثل خيبة الخيبات للبنانيين. جلسة مجلس الوزراء اليوم برئاسة الرئيس تمام سلام تتناول هذه القضية والتطورات العسكرية. العماد جان قهوجي أكد أننا سنهزم الإرهاب مهما طالت المعركة، ومع الإشارة إلى ما يحصل في لبنان وفي جوار لبنان، لبنان يتأثر بمسار المعارك في العراق والأوضاع في سوريا. نائب وزير خارجية روسية ميخائيل بوغدانوف في بيروت اليوم: وبالتوازي هناك معلومات عن إمكان تمدد غارات التحالف الغربي على داعش إلى داخل الحدود اللبنانية. إشارة أيضا إلى أن موفدا فرنسيا سيزور لبنان الأحد أو الاثنين المقبل. معنا مباشرة الأستاذ سعيد علامة رئيس التيار الأخضر. أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك أستاذ جلال. أستاذ سعيد، يعني بدنا نحكي عن قضية العسكريين بتفاصيلها، ولكن ما مدى الارتباطات بين توالي الاعتداءات بهال 48 ساعة اللي مرقت على الجيش بالبقاع الشمالي والشرقي، وإمكانية انطلاق الحوار بين حزب الله والمستقبل، وكذلك قضية أنه دعم العسكريين اللبنانيين أو دعم الجيش اللبناني بكاميرات بريطانية، وكذلك بإمكان تمدد القصف على داعش إلى داخل الأراضي اللبنانية؟ يعني موضوع الاعتداءات الحديثة بالنسبة للجيش اللبناني، ما بعتقد أنه هذه فريدة من نوعها. يعني الاعتداءات عم تحصل دائما على الجيش اللبناني، وأنا ما في تفاوت بالاعتداءات بشدة الاعتداءات. طبعا هذا الشيء مش مستهجن أبدا من جماعة رافضين الجيش، والجيش هدف بالنسبة لهم. يعني هؤلاء التكفيريين هني قصدين للجيش بطبيعة الحال. قصدين الجيش لتسمع الجارة، أم قصدين الجيش كجيش؟ قصدين الجيش عم سب لك جاره لتسمع الكلمه، او بالعكس هذا مثل لبناني. يعني ايه، انا بلاقي انه لا، الجيش اللبناني مستهدف كجيش كمان. نعم. والدليل استاذ جلال انه التحالف الغربي هلا اللي قاصد انه يشكل حزام او امن وقائي على الحدود كالاستباء، معناتها انه لحمايه الجهه اللبنانيه اكثر ما هي حمايه الجهه السوريه، لانه القصف دائر بسوريا. نعم. من أولا لآخرة، فالجيش هو المستهدف. ولما يكون مستهدف الجيش كمان في أساليب لألون كمان، وخاصة هلأ لما بينضغط على التكفيريين بأسر مرت الشيشاني ومرت وبنته للبغدادي، بتصور أنه هذه عم تزيد التصعيد شوي الأمني ضد الجيش كمان. بس ما ممكن كمان تكون ورقة قوة لدى الجيش بأنه 100%. نعم. 100%. نحن هذه من الأوراق نعتبرها أنه قوة للجيش للمفاوضة حول العسكريين، اللي نحن إذا بدنا نتطرق لموضوع التفاوض. نعم. بالنسبة للعسكريين، أنا شخصيا بشوف أنه موضوع التفاوض تشعبت أموره كتير، وصار في يعني تصريح يمينا ويسارا. هذا موضوع دقيق جدا، في حياة ناس بدها. يعني أنا الوقت اللي عمله خلية الأزمة، نعم، لو انحصرت ودل ناطق واحد بالموضوع هذا، ومكلف اللواء إبراهيم فيها يتابع هو شخصيا، وعرفنا نحن بالإعلام أنه صار فيه حرد شوي أو في موقف سلبي من اللواء، وهذه نكروا هو، بس صار فيه. طيب كيف بدك يعني يطلع موقف واحد أو حكي واحد أو ناطق واحد، طالما يعني مثل ما مبين حتى باعتراف بعض الوزراء بيقول أنه خايب منها، انه في افريقيا داخل الحكومه، ما يعني نحن مش نحن بمعرض التهم، هم عم يتهموا بعضهم، انه مره هذا بيقبل بهالطريقه
ومره هذا الفريق بيقبل بهذه الطريقه وهذا بشد بجهه بتخصه وهذا جهه بتخصه. كيف ممكن يعني ما هي بدك تقول اذا قلنا مثلا في ناس ممكن تلاقي بعض الانتقادات البسيطه على الجيش، في ناس بتحيي الجيش للاخر في، ولكن داخل الحكومه ما عم بيكون في موقف، ان كان بالنسبه للموجودين برومية يعني في ارهابيين وفي غير ارهاب، في محكومين وغير محكومين، حتى بالنسبه اذا صار في صيد سمين عند الجيش ما عم يعرفوا الطريقه او ما عم يتوحدوا على استغلال استغلال او اغتنام هذه هذه يعني الواقع. حتى يكونوا بموقف واحد ويفاوضوا. هذا اللي بيتاسف له انه العسكريين نحن ما بنميز بيناتهم مسلم او مسيحي بكافه مذاهبهم طوائفهم. نعم. واللي عم بيحصل بالاعلام عم بيخلينا نشعر نحن انه في شد حبال، هذا لجهه وهذا لجهه، وهذه طلعت مثل ما تفضلت على لسان الوزراء بعض. نعم. الوزراء من جهه اي جهه الكل من جهه الكل من جهه الكل يعني ما نذكر بالتفاصيل. نعم. عند المستقلين او عند 14 او عند 8 100%. نعم. وهذه طلعت بالفم الملان. فمفروض انه هذه الحقيقه يكون في سياسه متبعه، وطبعا انا بلاقي انه الرئيس دوله الرئيس تمام سلام. نعم. عم بيتدارك الموضوع يعني عنده صبر يعني عنده صبر وعم بيحتضن كل هالسلبيات هذه وبيرجع بنقلع تقليعه جديده. ومؤخرا هي زيارته لقطر اللي طبعا بتصور انه حيكون في نتائج ايجابيه انا من وراها. طيب استاذ سعيد علامي، هل يعني لازم تكون الهيبه هي راس الهرم ومن ثم يعني اسس الدوله، وبعدين انه يعني التعاطف مع العسكريين وقضيه العسكريين وهيبه الجيش، هل هم عم يقدروا يتوحدوا حول الطريقه اللي بتوصل هالثلاث اقانيم ببعضهم؟ يعني نحن موضوع العسكريين عارف نحن الهدف يعني ما فيك تحط حالك مطرح الاهالي يعني اللي عنده ابنه او يعني مخطوف وبيقول لك كل يوم كل يوم حاطين السكين على رقبته انه بدنا نعدم وكذا وبعثوا له رسائل انه اليوم بدنا ما فيك تلومهم يعني بس نحن اللوم بدها تكون على او المناشده للطبقه السياسيه انهم يتوحدوا. ليه ما عم يقدروا يتوحدوا؟ هو التجاوب بموضوع العسكريين الخارجي واللي بيمونوا على التكفيريين مش عم يتم كما يجب. هذا حتى نحط الاصبع على الجرح. يعني نحن كدوله لبنانيه نحن شو قادرين نعمل مع التكفيريين نحن الا نستعين بالوسيط اللي هو له تاثير عليهم او الدول اللي بقلها موني عليهم او استعانت الدوله فيه. انا برايي بقطر او بتركيا مثلا انا برايي هالجوله اللي عملها دوله الرئيس تمام سلام هيدي من ضمن السيناريو اللي لازم هو ينجح بهالمجال هذا، مش التصاريح المحليه وتنفيس الاهالي اللي انا معهم طبعا ومثل ما تفضلت انه هيدي المعاناه ما فينا نوقفها نحن، معاناه الاهل بنقدرها وبنسمنها طبعا بس مش قادرين نحن كداخل. انا اليوم مثلا بسمع بالتلفزيون من اهالي المخطوفين انه الشعب اللبناني ما واقف معنا، طب الشعب اللبناني مش قادر مكتف الايدي يعني ما كلنا معرضين نحن، يعني الجيش اللبناني عم بيتعرض، اللي خطفوهم ما لنا سلطه عليهم نحن، ما حدا له سلطه عليهم بالداخل اللبناني، عم نستعين نحن من خلال دوله الرئيس هالوسائط اللي عم بتصير بالخارج انه تتحرك الامور، يبدو انه قطر هالمره في مسعى جدي. هل لانه جدي صار في يومين ثلاثه اعتداءات ورا بعض؟ هيدي اللي حماها للامور. هذا اللي بدي اقوله انا انه الوساطه من قبل دوله الرئيس تمام سلام مع القطريين اللي بيعتقد انه رح يبعثوا مسؤول امني قطري هالمره مش سوري. نعم. ضابط هالمره ضابط معناتها في جديه بالتعاطي. يعني حسوا المسلحين في تعارض بين مسراهم وبين من يقفوا، كانوا مرتاحين قبل الواسطه مش عاملين جد كثير كانوا ومش عم بيعطوا مطالبهم يعني العدم يعني جديه. هل قطر بواسطتها او بصداقتها او بتاثيرها هل ممكن تاثر عليهم بشكل 100%؟ لانه عم نشوف مثل ما سياق الامور انه هيئتهم خافوا من انه قطر تامرهم او ما بعرف. هي عده عوامل حقيقه حتاثر فيهم حتى يقدروا يخضعوا للافراج عن العسكريين، منها موضوع قطر حتى ما نحط القصه بظهر قطر كلها. لا نحن عم نقول انه اللي عم مسكين هالقضيه يعني القصف من جهه، التطويق من جهه ثانيه، هلا الحجز الاشخاص اللي قالوا هن محتجزين مثل ما هن حجز لنا عسكرنا، قطر من جهه اخرى، يعني هول العوامل كلها بدها تتعاون. بس في عامل ما حكينا عنه اللي عم بنحسه بينطلب من وقت لوقت ببعض الصحف والاعلام، انه ليه ما الدوله اللبنانيه ما بتحكي مع الدوله السوريه؟ يعني وكانه يا اخي اعترفوا بدور الدوله السوريه واعترفوا بالدوله السوريه، او ليش ما بصير في تنسيق بين النظامين؟ صحيح. بين الدوله اللبنانيه والنظام السوري. صحيح. برايك يعني هل هذا الامر يؤخذ بالاعتبار؟ هل اللواء عباس ابراهيم عنده
يعني شق من عمله يتعلق بسوريا. أنا برأيي عنده شق، وطبعا غير معلن لأنه تجنب الحساسيات السياسية بين الأطراف اللبنانية. نحن نعرف أنه الانقسام بلبنان ناس مع وناس ضد، يعني مثل كل المواضيع السياسية المطروحة بالبلد. وإنما هيدي الخطوة أنا برأيي أنه التعاون فيها مع الجيش السوري، لأنه في تأثيرات من سوريا كمان بالنسبة للتكفيريين بيقدروا يستعملوها لمصلحة لبنان إذا نحن تعاوننا معهم. أنا بأيد الفكرة هيدي انه اذا صار تعاون ممكن تساعد، عامل يكون مساعد، خاصة ما في شيء بعيد، يعني الدول كلها بتتعاطى مع بعضها، يعني بكرة قطر بتتعاطى مع سوريا والسعودية مع سوريا وسوريا مع السعودية، بالنتيجة حيرجع يلتقوا مع بعضهم لانه ما في خلافات دائمة. بس هلأ ما بدك حريف ليقدر يعزل هالقضية هذه الانسانية، وعم تاخد ابعاد سياسية واقليمية وكذا، ولكنها هي انسانية بالاساس. هل يمكن اللي عم يشتغلوا فيه أنه يعزلوا مثلا؟ يمكن يكون قطر عندها مطالب، تركيا عندها مطالب، صح، سوريا عندها مطالب، نحكيها بالعرب المشبرة. حتى موضوع حزب الله ويعني قتاله بسوريا أو كذا، هل ممكن تنعزل عن كل هالتداعيات؟ مثل ما موضوع الحوار عزلوا النقاط الخلافية بيقدروا يعزلوا هالموضوع، خاصة إذا نرجع بالذاكرة لوراء سيد جلال الرهبات بمعلولة وقت اللي حاولوا يطلعوهم استعانوا بالسوريين لحتى سلموا بعض. بس وقت العملة أو عملة عمالة يعني طبعاً. وهلأ بتعمل عمالة كمان، يعني أنا برأيي أنه لأنه المطالب التكفيريين مش بس أنه أعطونا أشخاص، فأعطونا أشخاص وأعطونا أموال، يعني هذه تسربت للإعلام أنه بدون مصاري وبدون وقت بيقول أنه ممكن معناتها قدروا عزلوها عن المطالب الإقليمية. طبعاً قدروا. اليوم اللي موجودين بسجن رومي وغير سجن رومي، برأيك اللي عدم تسريع المحاكمات وعدم تركهم أو ماذا، يعني بتلاقيهم في شكوى منهم أنه عم يديروا خلايا من داخل السجن 100%. في شكوى منهم أنه إذا بتفوت لعندهم بيفجروا نفسهم، في شكاوى كتير عشو بعضهم حاطينهم. يعني هلأ نحن بنحكي يمكن بدك قانونا، بدك عفو، وحضرتك محامي، يعني بدنا نقول لك يعني معلش انه مرت الجاي ان شاء الله بتتوفق بنائبة المحامين، يعني ما كنت بعيد عنها. والبال هلالين هذه قصة النقابة، انا طبعا لاني بحب نقابتي وبحبها تكون مستقلة وقراراتها مستقلة كالقضاء المستقل. ترشحت على هالاساس وترشحت كمستقل كمان، فطبعا الظروف الحزبية بس هي اخذت رقم 1200 يعني 1205 اصوات. ايه منهم هينين كانوا بالنسبة لمحامين عم بيعطوا محامين مستقل، يعني قد ايه في حبة وقد ايه في تمسك في تطاحن بين ومؤشر للاستقلالية بالقرار النقابي انه بدهم مستقلين كمان، مع احترامنا لكل الاحزاب اللي مستعين فيهم طبعا على القوة السياسية. لنرجع للموضوع بس ما بدنا نروح على النقابي، يعني كمحامي او يعني جسم عدلي برأيك يعني ليه مخليينهم بهالسجن رومي؟ سجل مثلا في عندك ناس بيقول لك يعني غير الناحية القانونية، خي بدهم يقارعوا ويحاربوا يشيلون يا خيب، بعتهم يحاربوا بغير مطرح، او انت تركهم يديروا الخلايا من الداخل، او عاملين لك حدا في عنده لابتوب باي بلد بالعالم، في ناس محكومين باشياء كبيره معهم سواطير ومعهم، يعني بالنتيجه هل بس موضوع انه يكون في عندك قرار بعفو، ام انه في شيء غيره انه تتركينهم بقلب السجن رومي؟ هلا نحن هذه الناحيه طبعا بتطلب نحكي فيها من ناحيه القانونيه بالدرجه الاولى، يعني انا لما بكون في موقوفين وبدي احكي قضائيا ما في انا اترك واحد مثل كانه موجود عن جهه حزبيه او جهه طيب عدليا ليش تركينه؟ عدليا هذه مطلوب انه التسريع واصدار الاحكام، وطبعا في اراء يمكن صدرت عن الحكومه انه عدم الافراج عن من لم يصدر بحقهم احكام بعد، هذه طبعا انسجاما مع دوله القانون والمؤسسات نحن اللي نحن هذه بين مزدوجين بطبيعه الحال، بس انه نحن ما فينا كمان نتخلى انه كدوله ما نستعمل القانون ونرتكز على القانون كمان، فهالناحيه هذه ما بتخلينا نفرج عنهم بهالبساطه اللي هن عم متصوروها، مش هيك عم نحكي بالحلول الاخرى للافراج عن العسكريين مش بهالحل، وخاصه اذا استعرضنا الاسامي مثل نعيم شو اسمه اللاطينو هذا اللاطوب بمزرعه ايه في كذا اسم، كذا اسم حميد يعني في 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 خاص خطيرين جدا، بنته للبغدادي وزوجته طليقته ما بعرف شو، يعني هول مهمين، هول نحن نصوت عليهم، بس الدوله ما فيها تصوت مثل ما صار مع عياد بالنسبه للتعامل معه بالنسبه لجهه حزب الله. تبلغ مش هيك كانت تنظيف العمليه وحزب الله كانت بصمت تام عمليه،
بس الدولة اللبنانية فيها هلأ أثقلت على هول الأشخاص اللي موجودين نحن هلأ، اللي بعد ما صدر أحكام وبعدهم قيد التحقيق ممكن يصير فيه مفاوض عليهم، بس إنه اللي صار ملفه أو قطع شوط وقريب للأحكام صار ما في. أنا أقول بشحت هل نتوقع بمجلس الوزراء اليوم إنه يكون الصورة أحسن او اوضح او متضامن؟ او انا يعني اليوم بمجلس الوزراء لازم يكون في تضامن حول هالموضوع، خاصه بعد ما ساعد دوله الرئيس تمام ثاني. يعني اكيد اليوم حيحطوا بالتصور اللي جابوا والمساعي اللي قام فيها، بتصور انه حيكون في تضامن، وان شاء الله نحن نتامل هيك انه يكون في توحيد رؤيه بالنسبه للافراج عن العسكريين من خلال مجلس الوزراء. يعني ما في عندنا مخرج ثاني. ما هو تعليقك على يعني يوم هيك بلش تبين انه والله الجيش اللبناني ممكن يكون عنده آلات متطورة على الحدود الشرقية؟ في صار في بريطانيا دربت 3500 شخص بذات الوقت، يعني بلشت تزت كلام الغرب انه بدنا نضرب داخل الحدود اللبنانية. هالشي ما بيصير يعني حفيظة داعش والجبهة النصرة من مايل وكذلك يعني حزب الله الموجود في تلك المنطقة الحدودية؟ هلا يبدو انه في اهتمام بلبنان، اكيد في اهتمام. وهذا التطور اللي عم يصير والمبعوثين واللبنانيين من فترة كان في واحد امريكاني عم بيخبرهم شو صار بالمفاوضات بين والتنين او الاحد جاي حدا مبعوثين هي بعثات كمان جيرو من الفرنسوية وغيره. الاهتمام الغربي بشكل عام حتى ما ندخل بتفاصيل بريطانيا وفرنسا وامريكا، يعني لما حطوا البريطانيين هالتجهيزات الأمنية على الحدود بالقلمون كان دجاج صاروا عم بدربوا عسكر لبناني هلأ انعلنت يعني كمان عم يشتغلوا بصفة، وهيدا يتلاقى مع القصف اللي عم يصير من قبل الغرب على داعش، معناتها أنه في ضغط على داعش، وهيدا بتشكل طبعا على الحدود اللبنانية حماية للبنان بالنسبة لنا نحن. هلأ هيدا طبعا بتقلي أنه بالنسبة لحفيظة حزب الله داخل لبنان، انا بلاقي انه ما عندهم هالتواجد اللي بيخوفهم على الحدود هيدي اللي بده يحطوها الاجانب، لانه في الجيش اللبناني منتشر بهالناحية، بس من ناحيه سوريا طبعا هيدي ما بتقدر تقدم وتاخر. اليوم وقت الاعلان بعبده بحزيران 2012 رئيس العماد مشاد سليمان وكذا، يعني مراقبه الحدود او حياديه الحدود في إلى حدين، يعني في ناس عم بفوتوا مسلحين على لبنان ويخرجوا مسلحين من لبنان، صح. المقاومة ممكن تكون أنه عم بتروح عم بتقاتل حتى ما يوصلوا الدواعش إلى لبنان، وهذا والعكس أنه هذوك عم يبعثوا مسلحين يقاتلوا ضد كيديا رحتوا لهونيك نحن نجي لهون. هذه هي ما بتذكر ترجع بتصير حفيظة بعض الناس اللي كانوا يرفضوا البوليس الدولي ايام ما من شي 40-50 سنة لمؤدي وغيره وقت كانوا عم يطلبوا ضد اسرائيل والحدود الباقية. اليوم ما بتلاقي انه في ناس بعدها بترفض انه يكون في ضمانة دولية وقوة للجيش عند الحدود اللبنانية. بعتقد التحالف اللي صار واتفقوا عليه على النواحي الأمنية هيدا تجاوز كل الاعتبارات، يعني نعم. هلأ موضوعنا نحن موضوع صار مختلف عن السابق والقوات الدولية مختلف عن السابق مختلف. صحيح 17-01 بالجنوب، بس في عندك 12-78 و12-70 بسوريا، يعني في واحد بتعلق بسوريا واحد بتعلق بلبنان، كيف ممكن يكون في تصرف ميداني عند الحدود اللبنانية؟ أنا بوجهة نظري الشخصية بلاقيها إنه حماية للبنان هي بعكس ما ممكن تكون تشكل سلبيات بالنسبة للبنان، يعني ماني شايفها بوضع إنه يشكل سلبيات لنا نحن كان من جهة حزب الله أو غير حزب الله. بالعكس إذا الحدود تأمنت بتصور إنه بنرتاح كلنا نحن، لأنه كمان يعني صارت هلأ مقبولة أكثر من أي وقت مقبولة أكثر من قبل، لأنه كمان تعبوا الأطراف كله تعبوا وبدنا نربطها بنفس الوقت بالمفاوضات الخارجية. نحكي عنها بالشيء الثاني من الحلقة، ولكن خلينا ناخذ فاصل إعلاني نحكي شوي عن الحوار بين المرتقب بين المستقبل وحزب الله وعن الأوضاع التي تحيط بلبنان. مشاهدينا الكرام عودوا معنا بعد هذا الفاصل. جديد اهلا وسهلا فيكم مشاهدينا الكرام، استاذ سعيد عالمي مرحب فيك مره ثانيه. اهلا فيك استاذ. كنا عم نحكي عن الجيش، القائد الجيش اليوم عماد جنقاوجي كان في له حديث قال رح نهزمهم والمعركه يمكن تكون طويله لانه الجيش يتوغل اكثر في الجرود، ويعني بهالخضم هيدا معركه رئيس الجمهوريه
هل ما يحصل للجيش وما يستبسل به الجيش طبعا ومواقف قائد الجيش هل يمكن أن تعزز يعني فرصه مثله مثل غيره أو قدام غيره لرئاسة الجمهورية؟ بالنسبة لموضوع رئاسة الجمهورية وقائد الجيش طبعا أنا ما بدي أتسبق الأمور لأنه هذه في مفاوضات خارجية أكثر ما هي داخلية، وإنما على الصعيد الداخلي التقبل لموضوع قائد الجيش كرئيس جمهورية بتصور أنه الشريحة الأكبر بلبنان بتأيد هالموضوع هذا، خاصة أنه ما عاناه الجيش وما استبسل كرماله ونجاح قائد الجيش بالرغم من كل اللي بيحكوه بالنسبة لمحاذير على قائد الجيش. لأنه هلأ بهالمعركة هلأ مش مثل ببداية المعركة، ببداية المعركة كان في انتقادات أكثر للجنرال أهل. وصمد وبقي الجيش موحد بظروف عبسية اللي هي مذهبية وطائفية وحافظ على الجيش على حاله، طبعا في تعاون خارجي ما في شك بس كمان دور القيادة إلى دورة بالموضوع هذا، نحن عشنا الحرب اللبنانية السابقة وكيف انقسم الجيش وتشرزم وطار الجيش، بالعراق شفناه كيف طار الجيش، بسوريا حاولوا يطيروا الجيش وتجاوزوها، نحن عندنا القائد الجيش والقيادة الحالية الحقيقة نجحوا بهالمجال هذا. بالرغم انه في نجاح على هالمجال. في نجاح بالجيش طبعا انا بدي نسجل انه الجيش بقي بيمثل وحدة لبنان، بيمثل الشعب اللبناني وهيدي شغلة كتير مهمة بهالظروف الصعبة اللي هي يمكن احلك الظروف عم بتمرق فيها المنطقة مش بس لبنان. فانا بلاقي انه فرصته طبعا يمكن تكون كبيرة. بتلاقي قلب كل الناس على الجيش. صحيح. انه هالاستقرار لبعضهم عم يشعروا فيه يمكن صحيح. وهيدي نجاح قائد الجيش بالوصول الى رئاسة الجمهورية طبعا خاضعة لعوامل داخلية وعوامل خارجية. نحن هون هيدي بتنقلنا لموضوع الحوار اللي بده يحصل. ما توقعاتك من الحوار المرتقب؟ يعني بعدنا عم نرتقب الحوار بين حزب الله والمستقبل، الرئيس بري عنده نفح التفاؤل واذا ما في عم يعطيها. صحيح. شو توقعاتك بالوقت اللي العماد ميشيل عون اللي هو يعتبر انه من المرشحين الاقوياء الى رئيس الجمهوريه اليوم نقل عنه انه هو ما بهمه الامر اللي بيتعلق بموضوع كان منه داخل بهذا الحوار بين المستقبل وحزب الله. الموضوع يعني انا مع احترامي اللي تفضل فيه دوله الرئيس ميشيل عون نحن موضوعنا صار ما بقى موضوع داخلي، يعني نحن لو موضوع داخلي كانوا بيروحوا على المجلس وبيعملوا معلم المجلس مطارني بنشرفوا على المنزل وهذا اللي خلاه او قال انه للبرلمان كيف انت مددت لحالك وما قدرت تمدد واحجمت عن الانتخاب. صحيح. يعني طبعا هو ما وجهها مباشره انه نزلوا على المجلس. مظبوط. اللي قدر جمع مجلس ومدد بيقدر كان يعمل انتخابات. لو هذه الضوء الاخضر الخارجي كان سهل. بس هيدا بياكد ان احنا الحوار مرتبط ايضا بالخارج، والخارج لما بينجح حوار معناتها في خطوات ايجابيه واصلين، في افق وخطوات ايجابيه اتي فيما بعد. بس اذا كان بدنا نحدد الاشخاص، يعني نحن حكينا شوي عن قائد الجيش بس في غير قائد الجيش كمان مرشحين على رئاسه الجمهوريه. طبعا بس احنا عم نحكي احنا بوضع هلا الانقسام موجود ونحن في طرفين موجودين اللي بيمثلهم احدهم دكتور سامي الجعجع والاخر ميشيل عون مع حفظ الالقاب. فاثنين الموجودين لو كان في قبول لاي منهما بعتقد كانت العمليه الانتخابيه جرت من زمان. كانت اللبناني تفوق طغت على الاقلمي على الاقلمي. وانما العكس هو الصحيح يبدو. مشان هيك انا برايي هالحوار هذا اللي ما احد بنوده الثلاثه هي الحوار حول رئاسه الجمهوريه ما بتصور. بس ما عم بيقولوا يعني عم بيقولوا منبلش ما بعرف شو تنفيس التوتر والاحتقان المذهبي. البند الاول هو تنفيس الاحتقان المذهبي السن الشيعي يعني والامن الداخلي بعدين الجيش كيف توقيت الجيش والقوى الامنيه والاجهزه العسكريه حول رئاسة الجمهورية. نعم بس انه هذا مضمر بعضه. نعم مضمر. بس انا المستنج من الحوار هذا انه لازم يوصل لحل توافقي لانه مش رح تنجح القصه قصه كسر عظم، يعني مرشح ل 14 او ل 8 يجي حتى يعمل رئيس جمهورية. هل صار في اقتناع يعني عند الفريقين الكبار؟ يعني خلينا نعزل المسيحيين على جنب، طب 8 وطب 14، ولكن الافرقاء الاخرين ب 8 و 14 هل صار عندهم هالقناعة بأنه ما بيقدروا يجيبوا حدا طرف؟ يعني القناعة هن بعضهم هلأ مأثرين بالجو الانقسامي اللي بالبلد وبعضهم مسكين كل واحد بمرشحه، وإنما نحن بنعرف أنه وقت اللي الرئيس ميشيل سليمان إجا
كان البلد اشت الدول كلها وايدته يعني وايدته ورجعت. نعم. وعلما انه بعد موجة امنية وكذا لا سمح نعم. الله نحن مش عم نطلب هيك يصير ابدا، وانما هلا الحوار هذا يمكن هيدا بديل عن القضايا الامنية ممكن تحصل. هذا الحوار هو بديل عن الستة اشهر حوار بين الغرب وايران، لانه عم بمددوها لاخر حزيران. صحيح. يعني وقت اللي ما وصلوا لاتفاق نهائي، يمكن وصلوا لنقاط شبه نهائية ولكن ما وصلوا لاتفاق نهائي بفيينا. هلا الحوار بين المستقبل وحزب الله هو كمان يعني مراية او بديل، هو انعكاس، هو لا شك انه انعكاس على الاتفاق، بالرغم من انه السعودية بالامم المتحدة حطوا حزب الله على على على, على خانة الارهاب، وانما رجعوا صريح المسؤولين بلبنان لا ضلت ماشي الحال، هي ذات يعني هي ذات هي ذات ضلت ايجابية. هذه شغلة ايجابية الحقيقة بالنسبة لنا على الصعيد الداخل، يعني نحن اذا ربطناها من 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 كل النواحي، الناحية الامنية على الحدود والناحية الحوارية بالسياسي على حوار حول رئاسة الجمهورية، بنتأمل انه يكون في انفراج طبعاً. يعني يعني المفارقة تعطيك أمل بالاستقرار، بس الاستقرار نزالة الاستقرار بعدها موجود، إنه والغد يعني يعطينا أمل. نعم. يعطينا أمل. مواقف مسيحية 14 أذار أو صقور مسيحية 14 أذار من الحوار بين حزب الله والمستقبل، ومواقف يعني مسيحية 8 أذار بالنسبة للحوار، برأيك هل هو فعلا متوجس أم أنه بيقول لك أنه خلينا نحن نشوف شو بده يصير و وماشي الحال بس نحقق مطالب؟ يعني واحد بيرفع سقفه، مسيحيوت ما أدار بيرفعوا سقفه لا يخلوا شيء بالرئاسة إذا ما وصلوا للرئاسة، وهذا كمان هل هني زيت الصورة؟ هني ما يعني هلا إذا بالمبدأ مثل بيزيدوا طلباته حتى يوصلوا لأمور معينة، يمكن بالوزارة يمكن بالجيش، حتى يأخذوا مطالب مكان آخر أو مكاسب بمكان آخر، وإنما بالنتيجة هذا بدل عامل داخلي، يعني هذا العامل الداخلي هذا في عنده المارج إني أو فسحة للتحرك فيها بيتحركوا، وإنما إذا الحوار اللي انعكاسه خارجي إذا عطى مؤشرات معينة بدو يلتزموا فيها. وهذا للأسف نحن ما نريدها، لأن نحن بهمنا للمرة الأولى يمكن تقول إنه إذا كان فينا نعمل شيء لبنان يعني. لا 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 بالسابق إنه كان في توازن بين الخارج والداخل، أو مرات الداخل أكتر شوية، بس اليوم عم نلاقي مثل ما حدث فقدين الأوراق كل إنه 5% هون حتى إذا خطف عساكر بدنا نرجع للخارج، إذا بدنا نعمل رئيس جمهورية عم نلجأ للخارج، يعني الشيء مؤسف، هذا بيتأسف له الواحد حقيقة. يعني إحنا نحن اللي في سلامة الغذاء وبعض الأشياء عم نلاقيها اللبنانية كمان يعني. سلامة الغذاء يعني أنا سلامة الغذاء إذا ما دام فتحت الحديث أستاذ جلال، سلامة الغذاء شغلة مهمة، وهس هيدي كان لازم تكون قبل هلا كمان، يعني هالمراقبه وين المراقبين وين المتابعه بالموضوع، يمكن صار في عند اللبنانيين كثير مناعه ماشي حالهم بس في امراض كان، بس هيدي المفروض هذا يكون في متابعه دائمه بالموضوع. استاذ سعيد عدامي ليش بنلاقي بهالتصريح اليوم ان كانت من خارجيه او داخليه بنلاقي دائما بينعطى انه قصه سوريا قصه معقده وطويله وكذا، ولكن بالعراق بيمشي الحال؟ هل بالعراق قاعدين يقسموا جغرافيا بهالطيران على رواق، وقصة سوريا كتير رح تكلف بعد دم أكتر؟ يعني يبدو أنه بالعراق هالتجزئة اللي عملوها الدولة السنية والكردية والشيعية رسموها ورسموها بالدمار والخراب وبالطيران، بس عم بسرعة يعني استوى 80,000 كيلومتر مربع داعش بهيك ورجعوا بلشوا ينظموا الأمور كلها سوا، هون بيخلون يقربوا هون يضربون هون مرابطوا. والتعاون بلش يحصل يعني بين بغداد وبين أربيل مثلا بقصة النفط اللي تركيا باركتها، يعني هذه كمان شغلة مستهجرة انه هذه منيحة الخطوة تعاونوا بالنفط وكذا، معناته عم يشجعوا على واقع معين انه حصل بالعراق، عم بيطبعوا قبل ما يعلن فهذه العراق موضوعها غير موضوع سوريا. طيب ايران والولايات المتحدة في بعض الاماكن بالعراق تنفت ايران انه هي تكون عم تتدخل ضد داعش، ولكن صحيح. يبدو انه الجو منه سيء بين امريكا وايران بالولايات المتحده بالعراق، هن مش سيء، وتصوري انا انه اللي صار بالعراق لو ما في توافق خارجي او غض نظر يعني حتى ما نجزم لانه المعطيات معنا اياها كلها سوا، بس اللي حصل على الارض بشير انه ما في صدام ما في صدام
ما في صدام. بينما بسوريا بعد الخربطة ماشي يعني، يعني بعد ما انفرزت المناطق، بعد ما صارت شيء أبدا، بعده في جهة بتقول متمسكة بوحدة سوريا كلها سوا، وفي ناس عم بتخطط للإمارات وللموضوع. هذه اللي بيقولوا عنها أنه طويلة، لأنه المعارك مستمرة يعني، الفرز صعب، والفرز صعب بسوريا. بعضهم يقول أنه الأساس، إحدى الأساسات بإطالة الأزمة بسوريا موضوع كوباني وما يتعلق منه بالأكراد، بدولة كردية أو حكم ذاتي كردي أكثر. يعني ممكن نلاقي بعدين حكم ذاتي كردي يتكون بدءا من سوريا، يعني مش بس من كردستان العراق، من سوريا. وهذه الأزمة هي هذه الأزمة الفعلية، إنه كوباني هذه البطروح، في تجاذب حول حل هالموضوع هذا. في ناس ممسكة، في ناس مش ممسكة، في مشان هيك الصراع دائم هنيكي. هذه بدأ وقتها طبعا، بدأ وقتها. طيب اليوم وقت بتكون سوريا كانت أيام حفظ الأسد تدير الرياح بالمنطقة، وحتى من بعده يمكن وقت ورط ابنه يعني كان يقولوا إنه ماشي الحال، إنه بعدها سوريا هي تدير الرياح بالمنطقة، وهي هي النقطة، هي الأرض، وهي الحل في المنطقة. كانوا يعرفوا يعني إخوانا السوريين كم كلمة اللبناني بيحكي وقداي وكذا. طب كيف صار بهال، كيف وصلت لهالدرك التطورات بسوريا؟ هل الفساد كان عامل من عوامل دخول الاستخباري الأجنبي إلى سوريا؟ أنا برأيي أستاذ جلال اللي صار بسوريا ما فينا نفصله عن اللي صار بالدول كلها الباقية. طبعاً نحن مع احترامنا للي بدهم الثورة واللي بدهم واللي بدهم العدالة طبعاً. أنا معك إنه في إصلاحات كان مطلوب تصير. ما في شك، بس ما بتتطلب إنه تتدمر سوريا بالشكل هذا. يعني نحن الربيع العربي اللي هو ربيع إسرائيلي فعلاً، منه ربيع عربي. نعم، بس تونس اليوم انتبه عم يعني. هاي مميزة، هاي مميزة. تونس رهيب. بيعترفوا بالانتخابات ونتائجها ويتجهوا نحو الحكم المدني على رغم الإسلاميين 100%. بينما بدول أخرى مثلا ليبيا، مصر كيف تغير من أخوان رجعت للسيسي، اليمن، العراق، سوريا، هول أمور الحقيقة كلهم بفلك الربيع العربي. كل واحدة كان لها خصوصياتها. يعني العراق تكون واحد أم الصبي، يعني اليوم كان عندك قيادة كتير حكيمة بسوريا، أو إذا بدنا نقول قيادة ذكية، وقدرت عسكرت الانتفاضة وقدرت كذا. هل فلتت الأمور من إيدها حتى معك؟ هجم إنه هجمة كبيرة كانت بالنسبة لسوريا. يعني كلنا بنعرف أستاذ جلال نحن الهجمة على سوريا، لو صاروا فكروا الجيش مثل ما عملوا بالعراق كان سهلت الأمور مثل العراق صار. نعم، بس هلا عم يصير أكثر، عم تتدمر. هلا عم تتدمر، والدمار بده سنين حتى الأعمار هنيك. يعني حتى لحل درجة الدراسات بلشت تنوضع على أمتين، بده يعملوا أعمار كم سنة بتروح وقد كل فترة. الدول بتعمل مصالحها ما في شك، بس وضع سوريا هلا طول الأزمة هي لأنه ما تبلورت الصورة، ما انفرزت الأمور بعد. ما تبلورت. السؤال، ماذا تقول بصورة اليمن اللي عم بصير ست يمن، وامبارح كان في انفجار قرب بمقر السفير، كان صار له يومين جاي السفير الإيراني. السفير الإيراني وما كان موجود ببيته صحيح. يعني بعد هذا الصراع، الصراع الإقليمي وصراع المحاور عم ينعكس بالداخل حتى ما عم يقولوا إيران تدعم الحوثيين، يعني الحوثيين من جهة والجنوب هلا بده ينفصل يعني هذه اللعبة الإقليمية عم تنعكس بالداخل مثل ما يصير كل الشعوب العربية اللي يعني رجع بدل ما يكون يمنان رح يصير ست. هل للأسف السودان صارت سودانين كمان ماشي الحال. الله يبيض كل الله يقدم الفخار. يعني بنتمنى نحن وانطلاقا من لبنان تكون عبرة لهالدول هيدي، يكون في انقاذ للشعب العربي من هالمآسي اللي عم بيعيش. الله يهدي السياسيين والمعنيين عندنا. استاذ سعيد علامي رئيس تيار الاخضر، نشكرك من تلفزيون. شكرا لتلفزيون لبنان ولك استاذ. اهلا وسهلا مشاهدينا الكرام، نشكركم. بعد دقائق ونشرة الاخبار.